كراهية موجودة بين المختلفين، لكنها كانت ظاهرة في العصر الجاهلي وفي العصر الأموي، كانت ظاهرة يعني تحولت إلى ظاهرة اجتماعية. يعني حين يشرع معاوية سب علي عليه السلام في صلاة الجمعة، الصلاة التي يأتي المسلمون إليها ليؤدوا عبادة ربهم، إذا بهم يسمعون سب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه وأخيه، يسمعون سبه على منبر الصلاة، كما جاء في صحيح مسلم عندما أمر سعد بن أبي وقاص فقال ما منعك أن تسب أبا تراب، وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح فذكروا عليا فنال منه معاوية كما في مصنف ابن أبي شيبة، وفي تاريخ ابن عساكر يقول له سعد ثم وقعت فيه تشتمه، وطبعا ابن تيمية أقره بأنه معاوية أمر بالسب حين قال في منهج السنة، وأما حديث سعد لما أمره معاوية بالسب فأبى فقال ما منعك أن تسب علي ابن أبي طالب. إذن قرر ابن تيمية بأنه أيضا في الحقيقة أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية. السنة ليست فقط يعني العبادات والصلوات والعقائد، السنة أخلاق ومعاملات. فإذا تبدلت السنة من رحماء بينهم إلى أشداء بينهم، إلى أمر وإصرار على الشتم، حتى ياقوت الحموي يقول كان علي عليه السلام يلعن في شرق الأرض ومغربها حتى على منبر الحرمين. فإذا من هنا بدأ خطاب الكراهية،